فنان يحيى على هذه الإذاعة الممتازة. وشوطنا الثالث يعلن الانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الثالث للبكار الحقايق. أول المندفعات، أول الأسماء، أول هذا السربة، هذه هي الشاهينية. علي بن راشد آل علي المعاضيد ثاني المراكز من الجانب الأيمن. حامل رقم 40 مصيحة حمد بن ناصر المري ثالث المراكز. هذه حاملة الرقم 12 منصورة سالم بن محمد المري. رابع المراكز الفائزة حمد بن مبارك الخيارين. خامس المراكز يحجب عنا رقمها من الجانب الأيمن. نعود إلى أول المراكز ونعود إلى حاملة الرقم 7 الشاهينية علي بن راشد العلي المعاضيد. وثاني المراكز مصيحة حمد بن ناصر المري. وثالث المراكز هذه بنت الحنيش محمد بن ظفر الدوسري، محمد بن ظافر الدوسري. رابع المراكز حاملة الرقم 12 منصورة سالم بن محمد المري. وخامس المراكز أول نداء لبسيلة جل الله بن سعد بن عليان، جابر بن سعد بن عليان المري. خلونا مع المركز الأول، خلونا مع الشاهينية، خلونا مع علي بن راشد العلي المعضيد. ولكن حصلت تغييرات من قبل بنت الحنيش محمد بن ظافر الدوسري. ولكن مع ثالث المراكز هذه مصيحة، نعم مصيحة حمد بن ناصر المري. يا سلام، شوفوا هذا الشوط وين يروح هذا الشوط. يا سلام، شوط قوي، شوط قوي، أسماء قوية، أسماء لا تقل أهمية عن الأشواط الذي مضت. أول المراكز هذه الشاهينية علي بن راشد العلي المعاضيد. ولكن حصل تغيير من الدوسري محمد بن ظافر الدوسري على ظهر بنت الحنيشة. وثالث المراكز أول لداء الشاهينية شهوان بن مسفر الشهواني. رابع المراكز هذه إبداع فرج بن حمد بن عوض المري. ولكن خلونا مع المركز الأول محمد بن ظافر الدوسري على أول المراكز. يا سلام، الله الله الله، الشوط وين يروح وين يروح الشوط. على أول المراكز وقائدة هذا السرب هذه بنت الحنيش محمد بن ظافر الدوسري. وأرى الشاهينية لها كلام آخر، شهوان بن مسفر الشهواني. وأرى فرج بن حمد بن عوض المري على ثالث المراكز. وحصل تدخله من قبل هيبات أبو الزبير القرياتي. ورابع المراكز هذه الجزيرة علي بن فالح التو الهاجري. ولكن خلونا مع المركز الأول مع شهوان بن مسفر الشهواني الشاهينية على أول المراكز. أبو الزبير القرياتي له كلام آخر على ثاني المراكز على ظهر هيبات. ولكن أرى على ثالث المراكز، أرى هنا الجزيرة علي بن فالح التو الهاجري. ولكن خلونا مع المركز الأول، خلونا مع الشاهينية شهوان بن مسفر الشهواني. أبو الزبير القرياتي له كلام آخر. يا سلام، الله الله الله، الشهواني ولا أبو الزبير القرياتي؟ ولكن الشهواني ولكن أبو الزبير، ولكن الشهواني روح الشهواني، قف بهذا الشوط من هذه اللحظات. وأرى محاولة من قبل أبو الزبير القرياتي. يا سلام، الله الله الله، ولكن شهوان بن مسفر الشهواني حكم بهذا الشوط من قبل الشاهينية. شهوان بن مسفر الشهواني أبو الزبير الغرياتي يحاول على ثاني المراكز. أبو الزبير، يا سلام، ولا الشهواني ولا أبو الزبير؟ أبو الزبير ولا الشهواني؟ الشاهينية ولا هيبات؟ هيبات ولا الشاهينية؟ الشاهينية ولا هيبات؟ يا سلام، الله، ولكن الشاهينية هي الأقرب، الشاهينية هي الأقرب. تهاني نوال، مبروك الشاهينية على أول مراكز. شهوان بن مسفر الشهواني ثاني المراكز، هيبات أبو الزبير الغرياتي ثالث المراكز. حاملة الرقم 5 الجزيرة علي بن فالح التو الهاجري التوقيت الزمني.
التقويت الزمني 4 دقائق 43 ثانية 54 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك.